السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. نشرح البيولوجينز والبيولوجين كارت. وزي ما قلنا إن الشباتة دي مهمة جدا، ما فيهاش هزار، ما ينفعش ما نذاكرهاش، لأن الشباتة دي على الرغم إن هي صغيرة، وعلى الرغم إن هي قد تبدو صعبة لأنها مش مرتبطة لا اللي بيها ولا اللي بعديها، إلا إن هي ممكن يكون عليها درجات كبيرة زي درجتين ثلاثة أربعة. ده بالنسبة لوزن الشباتة، بس البيولوجين ده غلط صبح. فما هي حاجة درجتين ولا ثلاثة؟ لا، يا عم ذاكر ثلاث صبح درجتين ولا ثلاثة، اسمع الفيديو وذاكر القصه وخلصت على كده. قبل ما ابدا الفيديو لازم تبقى عارف معايا معلومه مش موجوده في الكتاب، فهتكتبها معايا. عندنا انزيم جديد هندرسه مع بعض مش موجود في الكتاب، اسمه بي ار بي بي سنسيتيز. ماله الانزيم ده؟ يا ترى بيصنع ايه؟ برافو عليك، بيصنع البي ار بي بي. ايوه بقى بالراحه، ايه هو الدي ار بي بي اصلا يا دكتور؟ قال لك هو فوسفو ريبوزايل بايروفوسفين، وعشان ترسمه ترسم ريبوز. سهله دي يا دكتور، ريبوز. فوسفو يعني فوسفين، ادي فوسفو ريبوزايل. بايروفوسفين يعني اثنين فوسفين. يبقى ده بقى اسمه ايه؟ فوسفو ريبوزايل بايروفوسفين، يعني اثنين فوسفين. يبقى عندنا انزيم اسمه بي ار بي بي سنسيتيز، وبيصنع البي ار بي بي اللي هو فوسفوريبوزايل بايروفوسفيت. ليه انا بقول المعلومه ديت؟ علشان الفوسفوريبوزايل بايروفوسفيت مهم جدا ان انا اروح كاسر هنا كده واخد الفوسفوريبوزايل اللي هي الحته دي، فوسفوريبوز او فوسفوريبوزايل اللي هي الحته دي. ما علينا من هذه المعلومه، هتكتبها عندك في الكتاب. وتعالى بقى شوف معايا حاجه اسمها بايريميدين ميتابوليزم. ماشي يا دكتور، ما هو البايروميدين ميتابوليزم؟ قال لك والله هو تصنيع البايوميدينز. سؤال بقى اطرحه، هو احنا بنصنع البايوميدينز ولا بناخدها في الدايت؟ قال لك الاثنين. بس الجزء اللي احنا بناخده في الدايت غالبا غالبا بكسره. طيب واللي انا بصنعه؟ قال لك لا، انا بصنعه من الصفر. يبقى عندي حاجه اسمها دينوفو. عندي حاجه اسمها دينوفو سنسز. يعني ايه دينوفو؟ يعني بصنع من الصفر. ومعلومه اخيره هناخدها في اخر المنهج، قول لي على ثلاثة بافوين بيحصلوا بوث ميتوكوندريا اند سيتوزول. كنا خدنا جلوكونيوجينيسيس، خدنا برافو عليك اليوريا سايكل، واخيرا ليس اخيرا الدينوفو سنسز اوف بايوميدين ميتابوليزم. الدينوفو سنسز اوف بايوميدين ميتابوليزم. يبقى دول ثلاث حاجات بيحصلوا فين؟ في السيتوزول وميتوكوندريا. عشان انت هتقول لي السايت، هقول لك والله السايت في السيتوزول اند ميتوكوندريا. طيب يا دكتور قول لي خطوات البيولوجين سنسز. قال لك ما ينفعش اقولها لك. ليه؟ تعالى هات لي اول خطوه في اليوريا سايكل. اول خطوه في اليوريا سايكل كنا بنجيب 2 اي تي بي وامونيا وسي او 2 عشان نصنع ماده اسمها كاربامويل فوسفيت. تاني كده اول خطوه انا كنت ناسيها يا دكتور. قال لك هو الكربامويل فوسفيت عباره عن سي او 2 وامونيا هلزقهم في بعض. كان في امونيا هاخدها قدام مش مهم دلوقتي. قال لك دكتور الكربامويل فوسفيت كان امونيا وسي او 2 وكنت بحتاج عشان هو كان اسمه كربامويل فوسفيت سنسيتيز فكنت محتاج اي تي بي فكنت كان بيتقال كربامويل فوسفيت سنسيتيز وكان اسمه كربامويل فوسفيت سنسيتيز 1 وكان دي اول خطوه في اليوريا سايكل. معلش هعدل الخطوه دي واخلي كربامويل فوسفيت سنسيتيز 2 وما دام 2 يبقى اكيد مختلف عن 1. قول لي بقى مختلف عن 1 في ايه؟ قال لك مختلف عن 1 اولا في مكانه سيتوزول كربامويل بس مش دي مشكلتي. قال لك مختلف عن 1 ان السورس اوف امونيا مش امونيا. ايه ده؟ يعني ال ام اتش 3 مش هجيبها من امونيا؟ لا، هجيبها من جلوتامين. يلا بقى لو انت شاطر فوق معايا كده واسترجع الذكريات وقول لي الجلوتامين لو شلت منه امونيا هيتحول الى جلوتامين. اول خطوه صعبه عارف، واول وثاني خطوه صعبه، وعاشر خطوه صعبه. البايوميديك ميتابوليزم من الحاجات اللي انت بتذاكرها وانت تعبان مجرد، فهتلاقي في حاجات كتير انت مش فاكرها في المنهج. مش مشكله، هنحاول نزق مع بعض الحته دي. قال لك والله يا دكتور انا هاخد اول خطوه في اليوريا سايكل واعدل فيها. هتعدل فيها ايه؟ بدل ما اخد الامونيا هاخد الامونيا اوف جلوتامين. وبدل ما دخل جلوتامين هيطلع جلوتامين، تبقى فقط ايه؟ امونيا. شكرا. هيبقى كابس 1؟ لا، كابس 2 كربامويل فوسفيت سنسيتيز 2، لان كابس 1 بتاع اليوريا سايكل مش مهم. يلا الاي تي بي، 2 اي تي بي هيطلعوا 2،
اي دي بي، برافو عليك. والاثنين اي دي بي هيطلعوا دي اي واحده، قال لك مش المفروض اثنين دي اي؟ صح، بس احنا عملنا حاجه اسمها كربامول فوسفيت، والكربامول فوسفيت يحتوي على، برافو عليك، فوسفيت. ماشي نكمل. قال لك الدكتور صنعنا الكربامول فوسفيت عن طريق كربامول فوسفيت سنسيتيز 1. ولو انت شاطر وفاكر اليوروسايكل كان في حاجه اسمها اورجيسين ترانس كربامايليز، يلا يلا مش عايزين نجيب ذكريات سيئه. قال لك الدكتور هننقله اسبارتيت، اسبارتيت عن طريق كربامويل اسبارتيت او اسبارتيت كربامويل ترانسفيريز، اسبارتيت كربامويل ترانسفيريز. يلا نقلنا له ايه؟ اسبارتيت. يلا ضيف لي لو سمحت اسبارتيت، اهو ضفنا اسبارتيت، رائع. اللي هيطلع ايه؟ خد المفاجأة، هيطلع حاجة اسمها كربامويل اسبارتيت. ومن هذه اللحظة احنا عندنا رينج مفتوح. لو انت شفت عندك في الكتاب في الفورمولا هتلاقي عندك رينج مفتوح، او احنا تعودنا ان البيرميدين عبارة عن رينج مقفولة، فاحنا عايزين نقفل الرينج ديت. فقال لك يا دكتور هنشيل مية ونقفل الرينج، وعن طريق انزيم غريب جدا اسمه داي هايدرو اوريتيز. يا ترى الداي هايدرو اوريتيز بيصنع ايه؟ برافو عليك، برافو عليك، رائع. قال لك بيصنع حاجه اسمها داي هايدرو اوريتيز. عجبك الاسم كده؟ قال لك لا والله يا دكتور داي هايدرو اوريتيز مش عاجبني، انا عايز اخليه اوريتيز. يلا داي هايدرو يعني عنده اثنين هيدروجين على الاوريتيت، عشان اخليه اوريتيت هعمل ايه؟ برافو عليك، عن طريق الريدكتيز هيخش نات بي ويطلع نات بي اتش اتش او نات اتش مش فاكر والله. لا نات نات عادي، هيخش نات عادي ويطلع نات اتش اتش عادي، معلش. ماشي؟ فقال لك يا دكتور الداي هايدرو اوريتيت لما نسحب منه تو هيدروجنز هيتحول الى اوريتيت. صعبة؟ صعبة جدا. هنعمل ايه؟ قال لك يا دكتور والله بص على الخطوات هتلاقيها ينفع تتحفظ بسهولة، لأن الخطوات دي مهمة لفهم السولفر سيستم ولفهم الريجوليشن ولفهم اوتيك اسيدوريا. ماشي يا دكتور يلا بالراحة. هنعمل ايه؟ قال لك والله يا دكتور أول خطوة صنع كربامويل فوسفيت عن طريق كبسة، وعرفنا هنجيب جلوتامين سي او 2 ونطلع جلوتامين و ادي بي و بي بي اي، اثنين اي دي بي وبي بي اي، كويس؟ وراح قال لك يا دكتور الكربامويل فوسفيت هنقله اسبرتين. فيبقى كربامويل اسبرتين، بس في مشكلة. ايه المشكلة؟ الرنج دي مفتوح، عايز اقفلها، قال لك شيل منها مية، هتشيل من الطرفين مية اتش مع او اتش، قال لك الرنج غصب عنها هتروح ايه؟ قافلة. لما تشيل مية عن طريق داي هايدرو اوريتيز يا ترى اللي هيكون؟ برافو عليك، هيكون داي هايدرو اوريتيت. عايزين نحوله إلى اوريتيت، هنشيل منه ايه؟ تو هايدروجينز. كمل بقى معايا عشان الخطوة دي أصعب خطوة، لو عديناها خلاص البايوتيزس اعتبرها خلصت. يلا الداي هايدرو اوريتيت ايه اللي هيحصل فيه؟ قال لك الدكتور هيجيله انزيم اسمه اوبالتيز. يعني ايه اوبالتيز؟ قال لك اوريتيت يوريدين اوريتيت فوسفو رايبوزايل ترانسفيريز، اسمه اوريتيت فوسفو رايبوزايل ترانسفيريز. يعني قال لك يا دكتور هننقل له بي ار بي بي ويطلع بي بي ار ويتكون حاجه اسمها او ام بي. ويا دكتور انا سرحت منك ومش فاهم حاجه خالص. قال لك الموضوع سهل والله لو انت ركزت. ماشي. قال لك الاوريتيت دي قاعده نيتروجينيه، اهي قاعده نيتروجينيه نحطها ايه؟ باي نيتروجينز دي نحطها في مربع او زي قاعده نيتروجينيه. انا عايز احولها من قاعده من نيتروجين سبيس الى نيوكليوتايد. عشان احول الاو الى او ام بي محتاج احط له ايه؟ برافو عليه، احط له ريبوز فوسفيت عشان احوله من او الى او ام بي. يبقى ده اوروتيت، اوروتيت مونوفوسفيت. طب انا هجيب الفوسفورايبوزايد منين؟ برافو عليك، احنا لسه شارحينها من الفوسفورايبوزايد بايروفوسفيت، وهنطلع البايروفوسفيت. لو فاكر شكل الفوسفور الرايبوزايد بايروفوسفيت كان شكله كده، لسه انا شارحه في بدايه الحصه ما لحقتش. يبقى ده فوسفور الرايبوزايد بايو
فوسفين، هشيل البايو فوسفين واحافظ على الفوسفور البزيلي عن طريق بقى ايه اسم الانزيم اسمه اوبرتيز اوروتيت فوسفور ريبوزايل ترانسفيريز، يعني بينقل الفوسفور البزيلي عشان يكون الاو ام بي. من هنا خلاص انا بعتبر البايو دي بتخلص وخلصت اللي جاي سهل الاو ام بي حلو، قال لك هيتحول الى يو ام بي. يلا بقى اتعامل اليو ام بي ده مش قاعده نيتروجينيه تبع البايومينين طبعا، اليو ام بي يوراسيل بايومينين ميتابوليزم، يلا حوله الى يو دي بي عن طريق ايه؟ ضيف له فوسفين خلاص ده يوريدين مونوفوسفين، احوله الى يوريدين داي فوسفين يو دي بي. يلا بقى قدام اليو دي بي طريقين، الطريق الاولاني اخره ركز معايا، الطريق الاولاني اخره هيديني دي اوكسي تي ام بي ليه؟ اصلا الثيامين ده موجود في الدي ان ايه بس مش موجود في الار ان ايه، فلازم احوله الى الديوكسي فور. واخر الطريق ده ايه؟ سي تي بي. ليه اخر الطريق ده سي تي بي؟ قال لك والله يا دكتور لان السيتوزين موجود في برافو عليك في الار ان ايه وفي الدي ان ايه. يلا بقى تاني بالراحه من حته الاو ام بي دي يا دكتور انا فاهم بس مش فاهم بعدين، قال لك والله الاو ام بي هنحوله الى يو ام بي. يلا بقى اليو ام بي الى يو دي بي، تعامل بقى في طريقين، طريق اخرته هيديني سي تي بي لسه ما شرحتوش، وطريق اخرته الثيامين مونوكسفين او ديوكسيثيامين مونوكسفين. قال لك الدكتور الطريق ده عن طريق الريدكتيز هيتحول الى ديوكسي ثيامين مونوكسفين سوري هيتحول الى ايوه ديوكسي يو دي بي، والديوكسي يو دي بي هيتحول الى ديوكسي تي ان بي ماشي. طيب الدكتور الطريق الثاني قال لك والله يو دي بي هتبقى يو تي بي، واليو تي بي عن طريق انزيم اسمه سيتوزين سينسيز هيتكون سي تي بي، هيتكون سي تي بي. انا كده خلصت الشرح او الميتابوليزم اوف بايوميدين دي نوفو تصنيع دي نوفو. انا عايزك وانت معترض كده تقول لي يا دكتور انا حاسس انها تقيله عليا وان انا احفظ الكلام ده ليه في الامتحان، خصوصا ان انا ما رضيتش احضر حصه فغالبا انا ما سجلتهاش الا في الامتحان. فاروح قايل لك مفيش مشاكل ان انت بس تعدي على الخطوات مرتين ثلاثه وما تحفظهاش كلها، لكن يهمني جدا السبر سيستم والريجوليشن، اصل هما معتمدين على دول. فلو فهمت السبب سيستم وفهمت الريجوليشن هما اللي بيجي فيهم اسئله، طبعا والورد اسئله، لكن دي اسئلتها مش هقول ما بتجيش بتيجي بس اقل سيكه، ولو هختار انزايم اهم انزايم دور هيقول لك الاوبرتيز، هيجي لك الاختصار كده اوبرت او اوبرتيز، الانزيم الاختصارين صح اوبرت او اوبرتيز اوريتيت فوسفور انزايم ترانسبورت. طب يلا يا دكتور يعني ايه سبب سيستم؟ سافج يعني انقاص، يعني ايه سبب سيستم؟ قال لك والله يا دكتور انا عندي اليوريدين والسيتيدين والثايميدين والديوكسي سيتيدين كل اللي هي اليو والسي والتي والسي كويس، بس السي دي بتاعت الار ان اي والسي دي بتاعت الدي ان اي مش لما يخلص دورها في الخليه برميها. ليه؟ قال لك يا دكتور لان تصنيع البايوميدين زي ما انت شايف صعب، ففكره ان انت كل بايوميدين يخلص دورها ترميها لا. فقال لك الدكتور بدل ما نعمل لها كتابوليزم، وعرفنا الكتابوليزم النهارده او في الحصه دي دلوقتي، قال لك والله يا دكتور لما اعمل لها كتابوليزم قال لك بخسرها، فبدل ما اعمل لها كتابوليزم بعمل لها سالفج. يعني ايه سالفج؟ يعني ارجع احتويها، يعني برضه احتويها. قال لك والله يا دكتور ارجع اعمل لها اعاده تصنيع، عارف بدل ما ترمي كامل الفلس اللي انت شربتها ترميها في الزباله، لا اعمل لها اعاده تصنيع. فقال لك والله يا دكتور اليوريدين ومعاها ريبوزوم ناقصها ايه؟ فوسفين، ارميها؟ لا طبعا. قال لك والله يا دكتور عن طريق الفايليز هيرجع تاني بسم الله ما شاء الله يو ام بي، ادي يو وادي فوسفين ادي ريبوز وادي فوسفين وبقى اسمها يو ام بي. يلا بقى برافو عليك كمل. ايه تاني؟ قال لك والله دي ناقصة فوسفين عن طريق ايه؟ فايليز. طب يلا دي ناقصها ليه؟ دي اسمها يو ام بي عشان لو بيظهر في الكاميرا ماشي، اسمها يو ام بي عشان لو بيظهر في الكاميرا. يلا كايليز ناقصها ايه؟ فوسفين عن طريق كايليز ناقصها ايه؟ فوسفين عن طريق كايليز ناقصها ايه؟ فوسفين. فقال لك يا دكتور اسالف سيستم نوعين، النوع الاولاني انا بسالفج او بنقص حاجه اسمها نيوكليوزايد
يعني ايه النيوكليزايد؟ قال لك عباره عن قاعده نيتروجينيه معاها ريبوز بس. اصل يا دكتور من الحاجات القليله في الانسان ان انا اصلبج نيتروجينس فيز. تاني بقى يا شاطر، انت شاطر وهتفتكر معايا، انا عندي حاجتين، نيوكليزايد اللي هي من غير فوسفيت ونيتروجينس فيز. هل مشهور في الانسان ان احنا بنصلبج او بننقص النيتروجينس فيز؟ قال لك لا، لو نيتروجينس فيز خلاص على كده خلصان، عمرها انتهى وهتتكسر في الكتابلس اللي هدرسه. طب لو كانت على شكل نيوكليوزايد؟ قال لك سهله، هتحولها نيوكليوتايد عن طريق ان انت تضيف ايه؟ فوسفيتا. هتحولها نيوكليوتايد عن طريق ان انت تضيف ايه؟ فوسفيتا. ودي الجزء بتاع السلفر سيستم قلت عليها من جدا لان هو عمل كويس. اخر حاجه الريجوليشن، يلا بقى مش اخر حاجه طبعا في الحصه، اخر حاجه في السبوره دي الريجوليشن. قال لك والله يا دكتور انا بريجوليت عن طريق ثلاثه انزايمز او اربعه انزايمز، ثلاثه منهم على الرسم. اول واحد اول انزايم، وتاني انزايم، واخر انزايم. تاني كده، اول وتاني واخر. يلا، اول انزايم اسمه كابس 2، تاني انزايم اسمه اسبارتيت كربامويل ترانس 3، اخر انزايم كان اسمه سيتوزين او سيستيدين او سي تي بي، خليها سي تي بي عشان الكتاب كده سي تي بي، خليها سي تي بي سينسيتيز او سيتيز. كويس؟ قال لك يا دكتور ثلاثة انزايم فروم انهبيتد بايه وستيميوليتد بايه؟ قال لك بالراحه عشان تعرف انهبيتد بايه وستيميوليتد بايه، اعرف البرودكت بتاع البرودكت. يعني هل انت متوقع اليو تي بي، ركز معايا كده، اليو تي بي ده منتج من منتجات تصنيع البرودكت؟ والله يا دكتور رصيد تراي فوسفيت ده منتج، ايوه والله اليو تي بي منتج اهو. طيب السي تي بي، اه والله منتج اهو. طب السي تي بي الثاني، اه والله منتج اهي. قال لك وزعهم، قال لك الدكتور يحصل انهبيشن على كابس 2 عن طريق اليو تي بي ده يعمل انهبيشن، والاسبارتيت كربونات ترانسفيريز يحصل له انهبيشن عن طريق السي تي بي، واخر واحد طبعا يحصل له انهبيشن عن طريق السي تي بي. حلوه دي؟ سهله وجميله يا دكتور. طب يلا بقى الاستيميوليشن على الثلاثه. قال لك والله يا دكتور الكابس 2 استيميوليتد باي، ركز بقى معايا على الحته دي حلوه قوي، عن طريق استيميوليتد باي حاجتين، اي تي بي، لو الاي تي بي زياده في الخليه، والبي ار بي. معلش يا دكتور ازاي؟ ده استيميوليشن ازاي؟ انا مش مقتنع. قال لك والله بص الاي تي بي ده بيورين ولا بيورين؟ قال لك والله يا دكتور انا فاكر الادينوزين ده من انواع البيورينات، فهو من عائله الايه؟ البيورين. طب يا دكتور لو البيورين زياده او الاي تي بي زياده، قال لك في حته كومبلمنتري، لان البيورين والبيورين للاسف انفصلوا عليك مش السنه دي، مش عليك كلهم، عليك جزء والثاني لا. قال لك يا دكتور لو البيورين والبيورينيدين كويس؟ الاي تي بي زاد، قال لك يزود صناعه البيورينيدين قصاده. يبقى يلا لو البيورين زياده يبقى لازم البيورينيدين قصاده يزيد. ليه؟ قال لك لان غالبا البيورين ده مش بيزيد الا في الحدث انا بصنع ايه؟ برافو عليك، انا بصنع دي ان ايه، انا بصنع ار ان ايه، انا في خلايا بتنقسم، فانا صنعت بيورينز كتير عشان ربنا عامل فيه تكامل او فيه وزن ما بين الاي تي بي او البيورينز والبيورينز. هتلاقي لوحديها كده الاي تي بي لما يزيد البيورينز تحصل لها ايه؟ دي نوفو تزيد. اخر حاجه الدي ار بي بي الفوسفور البوزايل بايو فوسفيت اللي هو الشكل ده، اللي هو كان طريق عن طريق انزيم اسمه فوسفور البوزايل ترانسفيريز او فوسفور البوزايل سينسفيز. كويس؟ قال لك يا دكتور البي ار بي بي ده لو زاد طبعا بيزود، لان هو من احد الحاجات اللي بتستهلك او بتستهلك هنا، فمن الحاجات اللي بتستهلك هيعمل ايه؟ ستيميوليشن للنقطه رقم واحد، فنروح ضايفين اي تي بي ونروح ضايفين بي ار بي بي. طب يلا بقى الانزيم الثاني يا دكتور، قال لك والله يا دكتور ستيميوليتد باي اي تي بي. ليه؟ مع نفس التفسير بقى طبعا. بس كده احنا خلصنا ستيميوليشن اند انهبيشن، يبقى فاضل لنا اخر واحده في الانهبيشن ايه؟ البيورين والبيورينيدين لو زادوا يعملوا انهبيشن على انزيم اسمه بي ار بي بي سينسيتيز. خدت الانزيم ده معايا قبل كده؟ اه والله اه والله بي ار بي بي سينسيتيز. خدت الانزيم ده معايا؟ ايوه ده اللي بيصنع البي ار بي بي. قال لك والله يا دكتور بي ار بي بي سينسيتيز ده له دور، ركز كده معايا، في البيورين والبيورينيدين. طيب لو زاد البيورين والبيورينيدين، قال لك يوقف البي ار بي بي سينسيتيز عشان ما يبقاش متوقف.
هيزود اليورين والبايرودين سوري هيزود او هيعمل انهبيشن على الاي ار بي بي سنسيتيز علشان يوقف الفوسفوليزاين بايروكسفين او الاي ار بي. كويس احنا كده خلصنا الريجوليشن. مش بقى حته السبوره اشرح فيها الريتيك اسيدوريا مع ان ده اشرحها هنا ليه مش بقى حته السبوره نمسح حته السبوره ونشرح فيها الريتيك اسيدوريا لان هي سهله جدا سهله جدا جدا جدا. كم الريتيك اسيدوريا جبت واحد في الشارع قلت له يعني ايه الريتيك اسيدوريا ده؟ هيقول له والله ده زياده الريتيك اسيد اللي جايه من الاورتيت مش هو اورتيت ده اورتيت اسيد اصلا. كويس يلا بقى قول لي انت اللي جبته واحد من الشارع قلت له ايه اللي يزود البروتين؟ قال لي والله الانزيم ده باص او الانزيم اللي بعديه باص اللي هو يوريدين مونوفوسفيت او او ام بي ديفانكسنس. معلش احنا هنا بنطلع سيو 2 عن طريق انزيم اسمه او ام بي دي كاربوكسنس. يلا قول لي يا اما الانزيم ده باص فده تراكم يا اما الانزيم ده باص فده تراكم برضه. يلا يبقى اقول لك اسيدوريا عندنا تايب 1 تايب 2 يلا بقى بسرعه تايب 1 وتايب 2. تايب 1 ماله؟ قال لك والله يا دكتور الاثنين دول بيبوظوا الاوبرتيز او الاوريجين فوسفوريزات كانسفريز او الاو ام بي كانسفريز الاثنين دول بوظوا. طيب يلا كمل معاه معايا تايب 2 قال لك لا ده الاوبرتيز بس لا ولا الاثنين لا لا الديكربوكسيليت بس هو ناقص يبقى ده تايب 1 وده تايب 2 لوحده. برافو عليك كده احنا كده خلصنا الاسباب. قول لي بقى الاعراض هيزيد الهيموريتيك اسيد وهيزيد الاكسبريشن بتاعه في اليورين وهيحصل الفرق البروث ومنتر فرديشن كل الكلام ده ما يهمنيش. انا اللي يهمني ايه اعالجه ازاي؟ قال لك والله اديله اورال يوريدين اورال يوريدين. يلا الاورال يوريدين هيبقى مكانه فين؟ برافو عليك الاورال يوريدين مكانه هو. فانا لو انا اديت يوريدين اورال يوريدين هيكمل البطويه ولا مش مهم بقى اللي فات؟ يعني الانزيم ده والانزيم ده ناقصين. برافو عليك حلو اعالج العيان ده ازاي؟ اديله اورال يوريدين فكانك انت سكبيت كل اللي فات ده يعني كل اللي فات ده مش مهم اهو اورال يوريدين هتروح مديه هنا يبقى التريتمنت اورال يوريدين. يبقى احنا كده خلصنا اول صفحتين عدى في الكتاب وشرحنا الجزء بتاع البيرميدين. هاخد بقى الفيديو الجاي او هو هيبقى نفس الفيديو بس انا بقول يعني عشان عمل مسح السبوره بس السبوره الجديده في الفيديو الجاي هنشرح فيها بقى البيورين كاتابوليزم تكسير البيورين وهشرح لك اهم موضوع على الاطلاق في كل الشباتر الصغيره. يعني لو الدنيا واقفه معاك في كل الشباتر الصغيره ذاكر السنسيتك بيس انالوج اللي هشرحها في الجزء الثاني. السنسيتك بيس انالوج مهمه جدا جدا. شكرا. يلا بقى نكمل الكلام الصنوف باي ميدينز. يلا قال لك والله يا دكتور هم ايه باي ميدينز اللي عليا؟ هم سهلين سيتوزين يوراسين وفايرين. لو انا حاولت ان انا اكسرهم هيمشوا ازاي في الكتاب بس او ايه البافير بتاع الكتاب؟ البافير بتاع الكتاب سهل جدا يعني ما تحاولش تقول لي هو مهم ولا مش مهم يا عم حتى لو مش مهم هو سهل جدا احفظه كويس. عارف اللي هو راي الكوميك المشهور اللي هو ايه مش وقت فين احفظ ابلع ف فالله مستعان. قال لك الله يا دكتور السيتوزين بيكسر الى يوراسيل واليوراسيل بيكسر الى حاجه اسمها داي هايدرو يوراسيل يبقى احنا بنفهمه ايه؟ نمعني والداي هايدرو يوراسيل بيكسر الى ان كربامويل بيتا الانين. لا ركز كده ان كربامويل بيتا الانين. واحنا عارفين مع بعض من ايام اليوريا سايكل وكمان من بدايه القصه ان الكربامويل ما هو الا سي 2 اند امونيا. قال لك الدكتور ان كربامويل بيتا الانين لو شلنا منها ان كربامويل هيتكون ايه؟ برافو عليك بيتا الانين. طب يا دكتور والخطوه دي ايه اللي هيطلع فيها؟ قال لك هيطلع الكربامويل ده هيتكسر كويس ويطلع منه سي او 2 وامونيا والسي او 2 والامونيا ده هنبدا نصرف فيهم ونوديهم ان شاء الله يوريا سلفين ونوديهم ان شاء الله ايه؟ يوريا سلفين. ماشي. تعالى بقى نبص على الثيامين تكسيره سهل جدا داي هايدرو ثيامين يلا داي هايدرو يعني بص مرتين هيدروجين
عم بيصير كمان فيتحول الى ان كاربامويل. حته صعبه امينو ايزوبيوتيريز يلا بقى عشان نطلع الكربامويل هيحصل ايه نفس الخطوه. قالك والله يا دكتور هنطلع الامينو ايزوبيوتيريز او بيتا امينو ايزوبيوتيريز. هنطلع البيتا امينو ايزو بيوتيريت ونكسر الكربامويل ويطلع على شكل سي او 2 ام دي اتش 3 هيمشي فيه يلا سايكل الثاني في الكتاب نسمع لك والله يا دكتور انا هحول الوراثين للوراثين احول الفلامين للبطاطا والفلامين. قالك الداي هيدروكسيل هيتحول الى ان كربامويل بيتا الانين لكن الداي هيدروفيامين هيتحول الى بيتا او ان كربامويل بيتا امينو ايزوبيوتيريت بيتا امينو ايزوبيوتيريت. قالك والاثنين هيتكسر فيهم الكربامويل ويطلع بشكل امونيا وسي او 2 هيدروكربيولا سايكل ويتكون بيتا الانين وبيتا امينو ايزوبيوتيريت. ولازم تبقى عارفهم لان هو هيقول لك ايه هما البرودكت اوف كتابلس اوف بايوبيدين. هتقول له والله سي او 2 هتقول له والله امونيا وخدناها الدي امينيشن اند كتابلس اوف بايوبيدين بيطلعوا امونيا سورس اوف امونيا. لو انت مذاكر سورس اوف امونيا يا خبر ابيض يا خبر ابيض يلا نكمل. قال لك والله يا دكتور يبقى احنا كده عندنا سورس اوف امونيا كان الكتابلس اوف بايوبيدين فهيقول لك ايه البرودكت اوف كتابلس اوف بايوبيدين هتروح قايل سي او 2 وامونيا دي واحد واثنين و في حالة السيتوزين واليوراسين هيطلع حاجتين هما قال لك الدكتور بيتا الانين هيطلع حاجة واحدة اللي هو بيتا الانين أو هيديني حاجة اسمها بيتا أمينو أيزو بيوتاميت. يلا بقى لو سمحت يا دكتور قول لي إيه الفيد بتاع الاثنين. فأنا والله بيتا الانين دي كان ممكن يتكسر إلى برضه سي أو 2 وأمونيا و اسيتيك اسيد سي اتش 3 سي او او اتش دي سهل. البيتا امينو ايزوبيوتيريت غالبا اكسكريتد ان يورين. وانا بقول ايه غالبا اصل هو جود اندكس فور دي ان اي ترن اوفر. معلش يا دكتور يعني ايه جود اندكس فور دي ان اي ترن اوفر؟ قال لك والله البيتا امينو ايزوبيوتيريت ده احد مواد التكسير الفايرين. فلو انت عندك الدي ان اي بيتصنع كتير وبيتكسر كتير هل المنتج النهائي للكتابلس هيبقى كتير اللي هو البيتا امينو ايزوبيوتيريت؟ طبعا. تخيل انت كده بقول لك الزباله بتاعتك اللي هي الكان الفاضيه دي فهل لو انت شربت بيبسي كتير او بتستهلك بيبسي كتير هل هتطلع كانات كتير؟ طبعا. نفس الفكره لو انت عندك فايرين كتير لو عندك ايه؟ فايرين كتير هيتكسر هيديني بيتا امينو ايزوبيوتيريت كتير. ايوه فده دليل على الدي ان اي ترن اوفر. ايه يا دكتور برضه مش فاهم. قال لك والله يعني لو مثلا واحد عنده لوكيميا لا قدر الله لوكيميا ده نوع من انواع السرطانات ماشي عباره عن سيلز كتير قوي بتتصنع وبتتكسر في نفس الوقت. السيلز لما بتتصنع وبتتكسر بتتصنع وبتتكسر بتتصنع وبتتكسر هل ده معناه ان في بيتا امينو ايزوبيوتيريت في اليورين كتير؟ ايوه فده ممكن يزيد في حاله اللوكيميا. وعلى فكره بنشخص بيه عيانين اللوكيميا في بعض الاحيان او السيفير راديشن السيفير اكس راي راديشن. ما هو اصل الاكس راي دي بتكسر الخلايا ومن احد الحاجات اللي بتكسر جواها كان في الفايبرين. فالفايبرين لو اتكسر كم برافو عليك ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيزيد تكسيره هيزيد البيتا امينو ايزوبيوتيريت فهلاقيه في اليورين زياده. اخر حاجه الكيموثيرابي اوف كانسر سبحان الله الذي خلق الداء وخلق له الدواء. الحاجتين دول بيزيدوا في حاجه وحشه لكن دلوقتي البيتا امينو ايزوبيوتيريت لو زاد ما هو كده بيزيد في حاجه حلوه اللي هو ايه؟ لو انا بديك كيمو ثيرابي يعني ايه كيمو ثيرابي؟ علاج كيماوي للكانسر والكانسر ده بيموت فعلا هل انا متوقع ازيد الاقي زياده في البيتا امينو ايزوبيوتيريت؟ طبعا لان عباره عن الكانسر ده عباره عن خلايا جواها دي ان اي ودي ان اي جواها فايمدين او فايمين فايمين لو بيتكسر فايمين هيتكسر الى بيتا امينو ايزوبيوتيريت هيزيد في اليورين. فبيقول لك ان هو جود اندكس فور دي ان اي تيرن اوفر عموما تيرن اوفر يعني بناء وهب. قال لك والله يا دكتور لو انا عندي دي ان اي تي ساعه
سواء في اللوكيميا او تكسيره في الاكس راي او تكسيره في الكيموثيرابي في كانسر، في الثلاث حالات هيزيد البيتا امينو اسيد في اليونت. وطبعا احنا مش بنشخص العيان كده، يعني مش بنقول ان هو انت والله الاقي واحد بيتا امينو اسيد زياده عنده فاقول والله انت كده بتتعالج بالكيماوي من الكانسر، لا احنا بنشوف اعراض للمرض وبعد كده بنحاول نستدل عليها التحاليل زي تحليل البيتا امينو اسيد في اليونت. قال لك بقى السنسيتيك بيس انالوج بالظبط درجه العذاب، لو انت نايم فوق، لو انت عسال اطفي الفيديو نام واصحى ذاكر الحته دي، الحته دي مهمه جدا جدا جدا، وان هاتلك نسكافيه وان هاتلك قهوه وان هاتلك اي حاجه، لان ما ينفعش ما تسالش على السنسيتيك بيس انالوج. بالراحه كده دكتور يعني ايه السنسيتيك بيس انالوج؟ قال لك والله يا دكتور السنسيتيك بيس انالوج هو فكره حرب بيني وما بين المعتدي، وليكن كانسر وليكن فيروس وليكن بكتيريا، لكن مش محورنا دلوقتي البكتيريا. قال لك والله يا دكتور انا والكانسر عايز اموته مش عارف. فقال لك والله بكل بساطه هات له رمله واسمنت مغشوشه. قال لك والله الموضوع بكل بساطه لو احنا جبنا اثنين مقاولين، واحد بيبني دور واحد في الشطر والتاني بيبني 20 عماره في الشطر، وادينا الاثنين رمله وسم واسمنت مغشوشين، مين هينضر؟ طبعا وش قطعا. قال لك والله الدكتور اللي بيبني 20 عماره هيتربطوا دولاب، لكن اللي بيبني دور واحد في الشهر ده مجرد ما يبني ها شويه مش عارف ايه الدنيا تتكسر يقول لك لا خلاص مش مكمل. فقال لك نفس الفكره، انا هديك ركز كده بايرينيدين وبيورين مغشوشين، يبقى تاخد في الدايت بايرينيدين او مش شرط في الدايت ممكن تاخده اي في بايرينيدين او بيورين مغشوشين، هدفهم مين اللي هيتاثر الاول؟ طبعا الكانسر سيلز اللي عماله تنقسم لجنون. ليه؟ هي عايزه بايرينيدين وبيورين باي طريقه، فانت وانت بخباسه تروح مديلها ايه؟ خد بيورين وبيورين مغشوشين، فيروح واخدهم ياخدهم يحاول يبني بيهم ما يعرفش، فالكانسر سيلز تموت. طب الخلايا الطبيعيه هتتاثر؟ طبعا هتتاثر بس بكم اقل بكتير من الخلايا السرطانيه. مش بس كده، اللي عندك الخلايا الطبيعيه اللي بتنقسم لقسمات كبيره طبيعيه بس بتنقسم كتير زي الشعر، فتلاقي الناس اللي بتاخدوا الكيموثيرابي او بتاخد علاج السرطان او بتاخد الكيماوي قال لك شعرها بيقع وجلدها بيقشف لان دول اكتر تو اورجنز بينقسم، وقال لك وضوافرها بتتقصف لان مع برضه الضوافر والحاجات اللي بتنقسم ايه؟ بسرعه. يبقى احنا كده فهمت السنسيتيك بيس انالوج دي سنسيتيك يعني بصنعها وشبه النيتروجينس بيس فنسميها بيس انالوج. فسنسيتيك بيس انالوج يعني ايه؟ يعني القواعد النيتروجينيه انا مصنعها شبه القواعد النيتروجينيه الحقيقيه لكن مغشوشه. طب يلا يا دكتور اديني بقى امثله على تطبيقات السنسيتيك بيس انالوج. قال لك والله يا دكتور انتي تيومر كل علاجات السرطان تقريبا بتعمل على نفس الفكره، والانتي فايرال علاجات الفيروسات هنفهم ليه، وقال لك اخر حاجه الان الديرينول اللي هو علاج الجاروت. يلا بقى بالراحه نبدا بالانتي تيومر. اول حاجه اسمها سته من كابتو بيورين، يا ترى شبه مين؟ البيورين، بس اسمها سته من كابتو بيورين وليها اختصار اسمها سته ام بي كويس، حتى الناس الغبي الام 6 ما علينا. سته ام بي قال لك سته من كابتو بيورين. قال لك يا دكتور السته من كابتو بيورين بيعمل دي انهبيشن على مين؟ قال لك على البيورين والنيوكليوتايد او النيوكليك اسيد سيلز، يعملوا انهبيشن على البيورين والنيوكليك اسيد سيلز. ماشي يلا بقى تاني ستة فلورو يوراسيل، يبقى ده شبه مين؟ اليوراسيل بس عنده في الكربون رقم ستة فلور. طبعا ده مش شغال ليه؟ لان هو انت مجرد ما تيجي تبني بي دي ان اي ملوش كود ملوش حاجه، فمش هيساعد الخليه انها تنقسم، وبيبقى اسمه ستة او فورا اختصاره فورا، بس انا بقول لك اختصارات دي عشان هي بتيجي من حاجه، فيقول لك ستة ام بي او فورا كله حلو. فورا على فكره فورا احلى من فلورو يوراسيل، تقول له الفوره خلصت او فوره هو الفوره هو احد الانتي تيومر حلو عن طريق او بيعمل انهبيشن لمين؟ لانزيم اسمه ثايميدريت سينسيز. ثايميدريت سينسيز اخر حاجه السيتوزين ارابينوزايد، انت عارف شبه مين؟ برافو عليك. السيتوزين اسمه ارابينوزايد اسمه عربي ارابينوزايد كويس، واسمه اراسي والله انا ارابي بس اسمه اراسي يعني، يبقى انت اراسي ارسيست سيتوزين ارابينوزايد، وده بيساعد في الانهبيشن اوف الدي ان اي سينثيسيس. لازم تبقى عارف كل حاجه اختصارها وهي انتي تيومر انتي فايرال وبتعمل الانهبيشن ايه بالظبط. اتفقنا؟ اتفقنا. نيجي بقى للانتي فايرال اسايكلوفير، وده اهم انتي فايرال، انت ما ينفعش بس تشخص اسايكلوفير ليه؟ بس هم طلعنا في بدايه الكورونا عايزين نعالج الانسان ضد الكورونا، فقال لك يا دكتور خلاص الموضوع بسيط كده، شوف الفيروسات بتحتاج قواعد نيتروجينيه انتي
ويكون الانسان مش بيحتاجها او ما بيعرفش يتعامل معاها، ونحط القواعد النيتروجينيه مغشوشه للفيروسات، فيجي الفيروس يبني نفسه يتكسر. انا جاب نفسي انا اجي ابني نفسي الاقي نفسي زي الفل. كويس، هي دي الفكره. فالاسايكلو فير الهوست سيل اللي هي اليومن سيل تعرف تتعامل معاه؟ قال لك لا. لكن الاسايكلو فير بيتعامل مع انتي فايرال، عكس ايه؟ الفيروسات انتي فايرال. طب يا دكتور معلش هو نفع مع كورونا؟ قال لك لا، الاسايكلو فير ما كانش نافع مع كورونا، فبالتالي ما كانش يعني للحاجات التطبيقات بتاعته ما كانش نافع، فكان في البروتوكول زمان في فبراير 2020 واتلغى من البروتوكول ده. كويس؟ الار سي خدته قبل كده؟ ايوه طبعا. سيتوزين ارابينوزايت، سيتوزين ارابينوزايت هو انتي تيومر ولا انتي فايرال؟ الاثنين انتي تيومر وانتي فايرال. طبعا ده هو سؤال مهم جدا. انا معلش بجري بسرعه علشان ما انت فتره الامتحانات ومش محتاج الفيديو يكون طويل. اخر حاجه الالوبيورينول ده بيعالج الجوت، واحنا خدناه 50 مره لكن ناخد 51 عشان خاطري. الالوبيورينول بيصنع يمنع تصنيع اليوريك اسيد عن طريق ان هو بيقص او بيبوظ او بيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن على زانسين اوكسيديز. الزانسين اوكسيديز ده انزيم بيصنع يوريك اسيد. قشطه قشطه. لو انا عامل الالوبيورينول ومعاها الزنزل بيتنافسوا على نفس الانزيم، الاثنين بيعملوا كومبيتيتيف انهيبيشن. يعني ايه؟ بيتنافسوا على نفس الانزيم، الاكثر يكسب. فانا بدي العيان الوبيرينول يتنافس مع الزنزل على الزنزل اوكسيديز، فيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن للزنزل اوكسيديز، فما يصنعش يوريك اسيد. لو ما صنعش يوريك اسيد ايه اللي هيحصل؟ خلاص هعالج الجواب. طبعا بقى في كلمتين زياده لازم ذاكرهم، لازم ذاكرهم في الكتاب، اللي هو ان ماذا يحدث لو انا اديت الالوبيورينول في الجسم. فقال لك والله الدكتور بيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن للزنس اوكسيديز ويتحول لاوكسيبيورينول. خد بقى الفكره، الاوكسيبيورينول بيأتاتش للزنس اوكسيديز مور. يعني ايه؟ يعني بيديني حاجه الحاجه دي بتعمل انهيبيشن اكتر. يعني هو بيعمل كومبيتيتيف انهيبيشن ماشي، يمسك في الزنس اوكسيديز يطلع ماده، الماده دي تمسك في الزنس اوكسيديز اكتر وتعمل له انهيبيشن اكتر، فيعتبر الالوبيورينول سترونج كومبيتيتيف انهيبيشن على السنس اوكسيديز عشان بيتكون ماده اسمها عشان يمسك يوب اوكسي بيورينول. كده احنا خلصنا البيوريين ميتابوليزم. اخر فيديو طبعا هتلاقيه نازل لك اللي هو بتاع الزانسي بايوتكس. ما تقلقش خالص بالحاجات دي، اهم حاجه تذاكر اول باول، تسمع الحصه، تقرا معايا الكتاب كده حتى لو تسمعها مره او اثنين. لو انت تعبان في الامتحانات ومش قادر تذاكر، من الحاجات الجميله يعني اللي انا كنت بعملها بنصحك بيها، تتفرج على فيديو مره واثنين ثلاثه بدل ما انت تذاكر مره واثنين ثلاثه. وكده كده الفيديو كان وصلت، فان شاء الله بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.